وديني لحرق قلبك على أهلك وناسك وديني لولع فيهم كلهم. يلا رجالة يلا رجالة. لازم اطربك بيت ابوه. مغاور وادي في حرس هناك. انا معايا قنابل شديده، لو رميتهم على البيت هيجيبوا عليه وطيه. قبل ما تقرب هيكون مغاور مغربلك. احمي ظهري انت ورجاله، ما تخافش، انا عامل حسابي هلف من ورا البيت، واول ما تلاقيني قربت اضرب نار على مغاوري، حاول تشغله، وبعديها هتلاقي البيت ده كوم تراب. اضرب يا رجاله. عملتها يا همام، ورحمة اللي ماتوا ما أرحمك. مناع، إيه؟ عايز تقتلني يا صاحبي؟ مش هتلحق يا مناع، مش هتلحق يا صاحبي، لأن أنا اللي هقتلك. اقتلني، اقتلني يا مناع، أنت معاك سلاح أنا ما معيش. مين قال لك إني هقتلك بالسلاح يا خسيس؟ تقدر تغلبني المرة دي يا مناع، عارف ليه؟ لأنك لو قتلتني هبقى برضه أنا اللي غالبك يا مناع، هبقى برضه أنا اللي غالبك، عشان قتلي مش هيرد لك شرف أختك يا مناع. شرف أختي دمها غسل عارها، لكن دمك أنت الزفر، هنجس بالأرض اللي خربتها. مناع، عارف الخنجر ده؟ الخنجر ده مناع، انت فاكره زين؟ خنجر المسموم، المسموم يا مناع. كيف ما قتلت عمي بيه انا هقتلك. يكفاك ان انا معرفش ان انت قتلت عمي. ها هقتلك يا مناع، هقطع ضيق. ها
اقتلك يا ملاح. ملاح مناع! انت تصبت يا مناع! ده الخنجر مسموم! ما عادتش تفرق يا لافي. مناع! مناع! الحكومة ناسها في الجبل! نضرب عليها النار ولا ايه؟ خلاص يا زازور، ما عادش لي حاجة عايش عشانها. واللي حي يعمل ما بداله. الله أمي الله ملك رد علي يا أمي ايه ده؟ واضح انهم كانوا بيقوا ارهابيين اجانب كده. تبقى المعلومات صحيحة، ليلى كلها بتشتغل في المخدرات والجاسوسية. في ناس احياء هنعرف منهم الحقيقة كاملة. انا امرت بجمعهم كلهم.
بعد عمل التحريات اللازمة قامت قوات الأمن بالتعاون مع سلاح الجو فحرس الحدود بتمشيط المنطقة بالكامل ومحاصرة المجرمين والتعامل معهم والقضاء عليهم دون تعريض حياة جندي واحد للخطر. وقد تم اقتحام مملكة الجبل والسيطرة عليهم بالكامل وضبط كمية كبيرة من أطنان الحشيش والأسلحة. تعال راجل، انت تعرف جثة مين دي؟ ايوه هذا من نعلي حويطي، شفت امبارح في العركة باللبسة ده. مين اللي قطع راسه؟ جات على دام كل الرجال راحت عليه العوض، منك العوض يا رب. بس احنا فندم لازم ناخد البصمات ونعمل تحليل الدي ان ايه. بلا بصمات وبلا دي ان ايه، هو ده مناع الحويطي. خلصنا، قد تم القضاء نهائيا على بؤر الفساد وقتل افراد العصابات وزعيمهم مناع حسان وجار التحقيق مع من تم القبض عليهم احيانا.